البسمة والأمل لم تفارق وجهها، لا تعلم أن حالها يبكي الأعمى والبصير، وتستمر برسم خطى النجاح بأنامل ثابتة. لم ترهقها رئة تخوض معركة الحياة، غايتها تجاوزت حدود حياتها، حيث قررت أن تكون مصدر إلهام لجميع العراقيين. هذه هي مريم. أنا اسمي مريم ومبتل رسم، وراح أحكيكم شوية عني. أنا أرسمت بالألوان الأكريليك، أرسم تشكيلي ويعني منوع مو بس نوع واحد، ويعني أكثر شيء أرسم بالفريم، ما أرسم برصاص. وأشخاص بعد ما متعلمين، بس إن شاء الله مستقبلا راح أطور هاي الموهبة. ما أثر علي مرض أي شيء، وبالعكس المرض قواني. والداها يشدان أزرها مع كل نفس تجتره بصعوبة، وهما يتضرعان إلى الله بأن لا يكون النفس الأخير. أما مريم فلم ترفع الراية البيضاء بعد، وإصرارها على المضي بحياتها التي كتبها الخالق لها هو دليل شجاعتها، وسط دعوات الأهل والمحبين بأن يشفيها الشافي وحده. أما الجهات الصحية فقد تخلت عنها كما تخلت عن الآلاف من العراقيين أمثالها، ولا يزال بصيص أمل لدى عائلتها بيد حكومية تطرق الباب لمساعدتها في معركة يقودها موت مرعب. فمتى ستستمع مريم صوت جرس الباب؟ من عمرها 3 سنوات كانت الصحة يعني زينة، بدأت من بعد 3 سنوات انتكاسة. هاي 6 سنوات هاي الطفلة يعني ظلت عدة مراحل تنتكس حالتها، ناخذها يوم دكتور يوم مستشفى كذا، حاولنا قدر الامكان بكل المراحل. يعني احنا مرينا بها، شلون نقول، واحدة من الانتكاسات الأخيرة اللي هي مالتها 8 أشهر بالمستشفى جرة واحدة، بين فقدت الوعي، ظلت فاقدة الوعي خلال 5 أيام أو 6 أيام هي على أجهزة التيوب وأجهزة الأكسجين. ما ناشدت قبل ولا أرد أوصل يعني لهيك مناشدات، بس هي رادت توصل بموهبتها وباللي تريد توصل، باللي تريد توصل له، لأن هي عندها مواهب وطفلة ذكية وشاطرة، ويعني هذه الأمراض على صفحة تعيف، مجرد هي تريد توصل للشيء اللي تريده. محاربتها لظروفها الصحية ولقسوة الحياة أعطت ثمارها الآن بأن لا شيء مستحيل في طريق النجاح. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.